السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة تفوق بامتياز. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نكملوا القراءة والشرح ديال القصة ديالنا لو ديغني جور دان كونداني. ديجا شرحنا الفصول الاولين، الفصل الاول الثاني والثالث والرابع، وفي هذا الفيديو ان شاء الله غادي نقراو ونشرحوا لو شابيتر 5. نتمنى انكم ما تبخلوش عليا بدعوة الاب ديالي بالرحمه والمغفره وجميع الاباء ديال المسلمين، ونبداو على بركه الله القراءه ديال لو شابيتر 5. À peine arrivé, des mains de fer s'emparèrent de moi. À peine arrivé, يعني غير وصلت للبيسيتر، des mains de fer s'emparèrent de moi. واحد الايادي يعني حديد يتمكنوا مني وشدوني مزيان. On multiplia les précautions، يعني ضاعفوا الاحتياطات. اوتوماتيكمون وصل لو كونداني وداروا في ديك الزنزانه، يعني بداو كيضاعفوا في الاحتياطات باش ما يهربش. Point de couteau, point de fourchette pour mes repas. Ma taou la mousse, la fourchette bach yakoul ma dik lwajba. La camisole de force, une espace de sac de toile à voilure emprisonna mes bras. Yani bach ma yahrebch le condamné, ma ktafa wach fakat anhom yani rabtou li yedi wrjli, wala ni darou li bhal wahed lkis. واحد الساك يعني كيديروا لدوك الحمقين، واحد الساك اللي هو ثقيل وداكشي وخاشين، وداروه ليه باش انه يزيد يكتف ليه اليدين ديالو، يكتف ليه حتى الحركه ديالو، يعني يشل ليه الحركه، ما يقدرش يتحرك مزيان، يعني في حاله يعني جاتو الفكره باش يهرب. اون ريبوندي دو ما في، يعني مسؤولين على الحياه ديالي، يعني هو محكوم عليه بالاعدام، واني دوك الناس اللي كاينين تما الحراس مسؤولين على الحياه ديالو، يعني خاصو يبقى حي حتى النهار اللي غادي يتم تطبيق الحكم عليه. Je m'étais pourvu en cassation, يعني قالك انا كنت درت طلب الاستئناف، يعني لو كونداني ديالنا دار طعن في الحكم باش الله يخفوا عليه هذا الحكم هذا. On pouvait avoir pour 6 ou 7 semaines cette affaire onéreuse, يعني هذا الطعن ديال الاستئناف غادي يكون من هنا واحد 6 ولا 7 ديال الاسابيع، وغادي تسالي هذه القضيه هذه وهذه المهمه. Et il importait de me conserver sain et sauf à la place de grève. وخاصهم يبقاو محافظين عليا في واحد الصحه اللي هي جيده باش يوصلوني للساحه ديال الاعدام. Les premiers jours on me traita avec une douceur qui m'était horrible. قالك في الايام الاولى ديالو في السجن بداو دوك الحراس والناس اللي خدامين كيتعاملوا معاه يعني بواحد اللطافه اللي هي مخيفه. Les égards d'un guichetier sont l'échafaud. قالك داك يعني داك السجان يعني بالطريقه كيفاش كيتعامل معاك كيخليني نشوف ديك المنصه ديال الاعدام قدامي. Par bout au bout de peu de jours, قالك ومن السعاده ديالي وخلال هاد الايام هادي القليله اللي دوزت في بيسيتر. لابيتود غوبخي لو ديسو، يعني العاده هي اللي فازت، يعني في الاول كانوا كيتعاملوا معاه زوين، شويه ولاو كيتعاملوا معاه يعني بحال الاخرين. Ils me confidirent avec les autres prisonniers dans une commune brutalité. يعني تأنا وشاركوني ولاو كيتعاملوا معايا بحال لي زوطر بريزوني، يعني بحال السجناء الاخرين. dans une commune brutalité، يعني بواحد الطريقه اللي هي تعنيفيه. Et non plus de ces distinctions inaccoutumées de politesse qui me remettaient sans cesse le bourreau sous les yeux. Ou ça fait ma proche qui dit que timide, l'air irritiadi ou dit drafa, les canaux qui disent lui, les canaux qui te font une chose le bourreau d'aquel les radines fait d'aller au cours de l'Iran. D'aimer quand je vois qu'dame l'ayon dié. Ce ne fut pas la seule amélioration. قالك ماشي هي هذه الحاجه فقط اللي تغيرات في الوضعيه ديالي في بيسات واللي ولات للاحسن. ما جونس الشباب ديالي، ما دوسيليتي يعني الطريقه ديال الكلام ديالي، يعني كيعرف يتصرف ويهضر لو كونداني. لي سوان دو لومونيي دو لا بريزون، حتى داك العنايه ديال داك الراهب ديال السجن بلو كونداني. اي سورتو كالكو مو او لاتا، وحتى بعض الكلمات اللاتينيه كو جادغيسي او كونسيرج اللي كنت كنقولهم لذاك الحارس، كينو لي كومبري با اللي ما كانش كيفهمهم. موفغي لا برومونات اون فوا بار سومان افيك لي زوطخ ديتوني. قالك هادشي كامل يعني الشباب ديالي والطريقه ديال الكلام ديالي والعنايه ديال داك الراهب ودوك الكلمات اللاتينيه اللي كنت عارف، هادشي كامل كان يعني فتح ليا الفرصه انني نخرج نتنزه مره في السيمانه مع لي زوطخ ديتوني، يعني مع السجناء الاخرين.
et faire disparaître la camisole où j'étais paralysée ou حيدوا ليا يعني بطريقه بقى يعني كيعرف يتعامل لو كونداني ولا باقه ديالو خلاته انه يعني يخليهم يوليو يخرجوه مره في السيمانه ويحيدوا لي حتى ديك داك الكيس اللي كانوا دايرين ليه ولا ديك اللبسه اللي دايرين ليه باش انها ما يبقاش يتحرك اللي كانت كتشل ليه الحركه ديالو. Après bien des hésitations, من بعد داك التردد ديالهم الكثير, on m'a aussi donné de l'encre, جابوا ليا المداد, du papier, جابوا ليا الورق, des plumes ou ريشه باش يكتب, et une lampe de nuit, وديك واحد البوله باش يبقى يضوي بها. Tous les dimanches, كل احد, après la messe, يعني من بعد ديك الصلاه ديالهم, on me lâche dans le préau, كيخليوني في ديك الساحه, à l'heure de la récréation, في الوقت ديال الاستراحه. لا جو كوز افيك لي ديتوني, قالك هنا فين انا يعني كنبدا كنهضر مع دوك السجناء الاخرين. Il le fait bien, ils sont bon gens, هما ناس اللي هما زعما مزيانين, لي ميزيرابل البؤساء. Il me compte le retour, حتى هما كانوا كيعاودوا لو كونداني على داكشي ديال اللي دايرين. Ce serait affaire heureux, وهادشي هذا قالك هو فظيع. Mais je sais qu'ils se vantent, ولكن انك تعرف انهم يعني كيبغيو يتباهوا يعني كيزيدوا فيه, هما مرتكبين واحد الجريمه دخلوا للسجن يعني كيبقاو طالقينها وكيزيدوا كما كنقولوا نغايزه في داكشي اللي داروا باش تبان الفظاعه والقساوه ديالهم. Ils m'apprennent à parler argot, à rusquer bigorne, comme ils disent. يعني لو كونداني ديالنا هاد إيل كتعود على لي زوطخ بريزوني, يعني علموا لو كونداني دوي لارغو, هاد لارغو هي اللغة خاصة بالسجناء, كوم إيل ديز يعني هما كيقولوا هادي هي اللغة ديالنا. C'est toute une langue hantée sur la langue générale, يعني قالك هادي واحد اللغة اللي هي دخيلة على اللغة العامة ديالنا. على اللغة الفرنسية, كوم اون اسبيس ديكسكواسونس ايدوز, يعني بحال واحد واحد الطريقة اللي هي خايبة, كوم اون فيغو يعني طريقة اللي هي بشعة, وفي نفس الوقت بحال شي مرض اللي هو بشع. كيلكو فوا اون انرجي سينجولييغ ان بيتوغيسك افخايون, يعني بعض المرات كتكون واحد كيكون واحد المجهود غريب, واحد الشيء اللي هو مفزع. Il y a du résiné sur le trimar, يعني هنا غيبدا يقول لنا دوك الكلمات باللغه ديال لارغو والترجمه ديالهم باللغه العاديه ديالنا. يعني قالك il y a du résiné sur le trimar, كتعني du sang sur le chemin, يعني كاين الدم في الطريق. Épouser la veuve, يعني تجوج بالارمله, يعني كتعني être pendu, يعني شنقوه. يعني هاد اللغه ديال لارغو كيترجمها لينا اشنو كتعني بالضبط. Comme si la corde du gibet était veuve de tous les pendus, قالك بحال هذيك القنبه ديال المشنقه يعني فقدات كاع دوك ولا شنقات كاع دوك الازواج ديال ديك السيده الارمله. لا تيت دان فولور ادونون, قالك الراس ديال السارق عنده جوج ديال السميات. لا سوربون, السميه الاولى هي هذه لا سوربون, كون ال ميدي تريزون اي كونسي لو كريمين, كيكون ديك الساعه كيفكر وكيدير في الجريمه. لا ترونش, السميه الثانيه ديال السارق. كون لو بوغو لا كوب, يعني ملي كنقولوا لا ترونش يعني ملي داك منفذ الحكم كيقطع ليه الراس ديالو. كالكو فوا دو ليسبري دو فو دو فيل, يعني بعض المرات ملي كيبغيو يبسطوا ويضحكوا مع بعضياتهم هاد السجناء. ان كاشمير دوزيي, يعني شنو كتعني ان كاشمير دوزيي, هي اونوت دو شيفوني, يعني شي واحد اللي لابس واحد الشرويطه اللي هي مقطعه. لا مونتوز, يعني الكاذبه كتعني لا لون, كتعني اللغه كتعني اللسان. اي بوي بارتو اشاك انستون دي مو بيزار ميستيريو ليد اي سورديد, قالك فيما درتي يعني كتسمع في اي لحظه كتسمع كلمات اللي هما غراب وغامضين وقبيحين وعجيبين يعني وتافهين في نفس الوقت. فوني او نسيدو, كيجيبوهم ما عرفتش منين. لوطول, يعني لوطول اش كيعني تاني, كيعني لو بوغو منفذ الحكم, يعني لو بوغو باللغه العاديه وبلارغو لو بوغو هو لوطول. لاكون اش كتعني تاني بالعاديه ديالنا لامور. لا بلاكارد بلارغو هي لا بلاص دي زيكزيكسيون باللغه ديالنا, يعني هي المكان ديال الاعدام. اون ديغي دي كرابو اي دي زاريني, يعني داكشي كيشبه العناكب. كون اون نونتون بارلي سات لونغ, مني كتسمعهم كيهضروا بهاد اللغه هادي اللي هي لارغو. سولا في لي في دو كيلكو شوز دو سال اي دو بودغو, كتحس بحال شي حاجه اللي هي يعني مسخه ومغبره. دو لياس دو ايون كولون سكوري دوفون فو, بحال شي مثلا توب اللي هو مقطع كيبقاو يلعبوا به قدام الاعيون ديالك.
Du moins, ces hommes-là me plaignaient. قال لك على الاقل هاد لي زوم هنا يقصد بهم هاد السجناء هادو يعني كيشكيو ليا. Ils sont les seuls, هما الوحيدين لي جولي لي غيشوتي لي بورت كلي. قال لك دوك السجناء دوك السجانين والحراس ودوك لي بورت كلي هما دوك اللي كيديروا فيهم السوارت. Je ne leur en veux pas, ma can'atbhomch cause iri et parle de moi, يعني كل كي يهضروا وكيضحكوا عليا devant moi قدامي نيشان comme d'une chose بحال انا واحد شيء. كان هذا هو الشرح ديال لو شابيتر 5 ديال القصه ديالنا. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. تسناو ان شاء الله الشرح ديال لو شابيتر 6 اللي لو كونداني غيبدا يدير واحد المونولوغ انتيريور باش يقرر واش غادي يكتب لو جورنال انتيم ديالو ولا لا. الى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله والى معلومه جديده.